خيالية. هذه القصة خاوتي واقعية صارت معايا أنايا كجزائري في تركيا. كنت راح ندخل للحبس بسبب فيديو فقط. أبقى معنا خاوتي سولي زو معكم السير عبقادة، جيسبر تكون غاية في لانوفيل فيديو. قبل ما نبدو خاوتي فيديو، غير ما تضحكوش على السعر نتاعي، ما تقوليش على السعر نتاعي، تفرج برك خويا، تفرج تحمل وتفرج راك فاهم. الشعر نتاعي خويا تغوفني، على بالك من حاجة صحي تغوفني، راح نصير طاندوس ونحفى في الروحي بولا زيرو. المهم خاوتي، واش عندنا خاوتي في هذا الفيديو؟ هذا الفيديو خاوتي عندنا قصة ماشي من الوحي الخيال، قصة ماشي من الخيال، قصة ماشي خيالية. هذه القصة خاوتي واقعية صارت معايا أنايا كجزائري في تركيا. كنت راح ندخل للحبس بسبب فيديو فقط. ابقوا معنا خاوتي تشاو. المهم خاوتي، كما قلت لكم صرا معايا موقف في تركيا بسبب هذاك الموقف او بسبب هذاك الفيديو كنت راح ندخل للسجن. المهم خاوتي، كيما كل يوم في تركيا، المهم كانت عندي رحله هكذاك للقصر اللي ماتوا فيه مسلسل حريم السلطان، قصر الدوله العثمانيه زمان. المهم خاوتي، كما قلت لكم هذاك القصر يتكون من عدة فروع، يتكون من فرع فيه آثار النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة رضي الله عنها. هذاك هو السبب خاوتي اللي خلاني نمشي في هذيك الرحلة باش نشوف هذاك الفرع فقط، باش نشوف آثار النبي صلى الله عليه وسلم. المهم خاوتي، كما قلت لكم مشيت لذاك القصر ووصلنا كما تعرفوا للرحلة. كي وصلت المهم اكتشفت وشفت بزاف حوايج، جيش الدولة العثمانية زمان كيف كان، جيش الدولة العثمانية زمان كيف كانت، الآثار تاع الدولة العثمانية زمان. المهم خاوتي شفت بزاف حوايج. المهم خاوتي، باه ندخل للفرع تاع وين كاين آثار النبي صلى الله عليه وسلم، يحبك لازم يكون عندك صبر، لازم يكون عندك صبر باه تدخل لهذيك البلاصة، باه تدخل البلاصة هذيك لازم يكون عندك صبر. وهذيك البلاصه تلقى فيها من كل الاجناس، كل الشعوب في ديك البلاصه. المهم خاوتي، باه تدخل لازم يكون عندك صبر. وداك اليوم خاوتي كانت الشمس، وباه تقعد في ديك وباه تقعد في هذيك البلاصه كما قلت لكم يحب لك الصبر. المهم خاوتي، كما قلت لكم هكذا كاين دايرين صف، والله ما على باليش هذاك الصف، لازم الصف لهنا، الصف لهنا الغاشي كيطرى. المهم خاوتي، كما قلت لكم درت الصف كأي شخص، قعدنا دايرين الصف. المهم كي درت الصف خاوتي قعدت نستنى، الشمس ضربت فيا قريب تقتلني. المهم وقاعد مازال قلت لازم ندخل، التعب كامل الوقت هذاك لازم ندخل، لازم نشوف. المهم دخلت خاوتي كما تعرفوا، وصلت دوري ودخلت. وقبل ما ندخل كاين واحد البلاكه هكذا في الباب، ممنوع التصوير في ذاك المكان، ممنوع التصوير، ممنوع التصوير. المهم خاوتي، كما قلت لكم كما تعرفوا انا جزائري والعقليه راك فاهم، انا شايف البلاكه بلي ممنوع التصوير وقلت نصور، ما كاش كيفاش التعب هذا كامل وما نصورش، قلت لازم نصور. وكي دخلت خاوتي انا شفت كداك من ليه، قلت لازم نصور، انا ذاك التعب كامل وما نصورش، لازم نصور. وراني صورت فيديو راح نحطه لكم فخر الفيديو، راح تشوفوه خاوتي، لما تقولوا صاحبي يكذب علينا والله شي، صورت فيديو راح تشوفوه. المهم خاوتي، كما قلت لكم ودخلت للبلاصه هذيك. وكي دخلت لهذيك البلاصه، ممكن دخلت ذاك المكان بعد عناء طويل، بعد تعب، بعد العناء الطويل خاوتي، ودخلت لهذيك البلاصه. كي دخلت لهذيك البلاصه كما قلت لكم ممنوع التصوير في هذيك البلاصه، قعدت نشوف اول مره كي دخلت هكذا اول مره، لا قلت لازم نصور، انا في راسي حاط لازم نصور، ما كاش كيفاش لازم نصور، انا لا ممنوع تصوير لا والو. وكاين هكذا كما تعرفوا لابوليس يحرسوا في هذاك المكان باش ما حتى واحد ما يصورش، كاين لابوليس يحرسوا في هذاك المكان. وانا كنشوف في لابوليس هكذا، قلت اول شيء نلعبها لهم نشوف برك، نلعبها لهم زعما خاطيني وما ندير والو. المهم وهكذا دركت شوي، خرجت البورتال قعدت نصور، قعدت نصور في المره الاولى، ياك كما تعرفوا المره الاولى عسل كما تعرفوا، حكمني البوليسي وقال لي ماك تبع القانون، واش ما شفتش البلاكه في المدخل باللي ممنوع التصوير؟ قلت له ما شفتهاش وما على باليش، قولبت وراكم فاهمين، كي قولبت خلاني نكمل، خلاني ندخل. قال لي اخر مره ما جيتش تعاودها وهذيك ياك فاهم. المره الزوجه كما تعرفوا كما تعرفوا المره الزوجه بصل كما تعرفوا خاوتي، قال لي هذا اخر ايزير عندك. كي قال لي اخر عندك ايزير، انا جمت في بلاصتي كما تعرفوا، جمت
قلت مالا نصور انا ما كاش كيفاش ما راحش يديروا لي والو باين انا قاصر ما عندي 17 ما راح يديروا لي والو كيما قلت لك تعرف غاوتي مره ثانيه قعدت نصور قلت فهمت مع زوج شناوه من الصين فهمت معاهم قلت لهم درقوني انتم انا نصور وحنا بعث لكم الفيديو انتم خايفين ماكش قادرين تصوروا انا نصور وانتم درقوني برك كانوا يدرقوني كيما تعرفوا غاوتي درقوني صور في الثالثه مولا احصل يحكمني للبوليسي يحكمني البوليسي خاوتي كاينه واحد الصوره صورتها من الخلعه ما جاتش مليحه كي يحكمني البوليسي قلت انا خلاص هاد المره راح شوف واش يدير لي هاد المره خلاص راح يديني للحبس والله واش يدير لي والمشكل كان الوالد نتاعي بعيد عليا باه نخبره والله كتعرف انا كندور وحدي والوالد نتاعي كان يدور وحده وخامس يدور وحده وكان معايا صاحبنا بشير ديديكاس لخويا بشير كزيز كان راه يتفرج في هذا الفيديو كما قلت لكم رحت درت قلت خلاص مالا شدني البوليسي من دراعي من هنا وجا خارج بيا حسيت روحي بابلو اسكوبار على بالك حسيت روحي بابلو اسكوبار غاشي قاع يشوف فيا الشعب قاع يشوف فيا شدني البوليسي مخرجني قدام قاع الشعب شدني كما قلت لهم خاوتي جابني صاحبه قاعد يهضر مع صاحبه انا والو ماني فاهم انا حاجه ماني فاهمه هو يهضر مع صاحبه بالتركيه يقول له مانيش عارف داك انا فهمت غير عباره واحده قال له بلي هذا راه ما يتبعش القانون وثلاث مرات نحزروا كيف ما يتبعش القانون انا روح خرجوا قلت انا خاوتي كيف التعب كامل هذاك لازم نغسل راسي ما نخرجش بعد العناء كامل ودخلت ما نخرجش انا قلت له ما نخرجش قعدت نقول له بلي انا جزائري وسياحي وليس عارف من الخلع يقول له انا جزائري سياحي راني مع العائله نتاعي كيف تخرجني قلت له هو قال لي قلت له بصي باش دخلت وداك منه هو ذاك البوليسي خاوتي قال لي تخرج ما كاش كيفاش تخرج ثلاث مرات هو يحزر فيك وانت ما تسمعش جا الوالد نتاعي كي جا الوالد نتاعي ربي يحفظه لي خاوتي قال له تفاهم معاه قال له بلي هذا الابن نتاعي وراك فاهم وداك واخر مره وتفاهم معاه خلاني ندخل وكل مره لا وكي دخلت خاوتي مره اخرى خلاص لا تصوير لا والو من الخلعه خاوتي البورطابل خليته في الجيب ما فكرتش فيه قعدت نشوف برك نشوف مع الغاشي نشوف برك خلاص ما قدرتش صورت التليفون ما خرجتوش من جيبي خليته في جيبي وقعدت نشوف برك ما قدرتش نصور هذه المره كنصور شوف واش يديروا لي قلت الاولى عسل والثانيه بصل والثالثه مولا احسن كما تعرفوا غاوتي المهم كما قلت لكم غاوتي قلت ما نصور ما والو قعدت نشوف برك وقعدت نشوف هكذاك من المهم المهم خاوتي راح نحط لكم الفيديوهات هذوك باه ما تقولوا صاي يكذب علينا والله راه يالف من راسه والله اللي جابها من راسه خاوتي هذه القصه واقعيه صارت معايا انا في تركيا راح نحط لكم الفيديوهات في اخر الفيديو راح نحط لكم السؤال اللي قلت لكم باللي من الخلعه ما جاتش مليحه راح نحطها لكم ثاني في اخر الفيديو هي دي القصه نتاعي راح نشر لكم بزاف فيديوهات على تركيا اذا عجبتكم القصه خاوتي حطوا ابوني وبارطاجوا الفيديو في كل مكان وبارطاجوا في الجروب الواتساب بارطاجوا في جروب ميسنجر بارطاجي في جروبات فيسبوك خاوتي باه ندير لكم قصه اخرى حصلت لي في تركيا صاروا لي بزاف مواقف في تركيا خاوتي اذا عجبتكم هذه القصه بارطاجيها باه ندير لكم قصه اخرى كاين بزاف يقول لك باللي الشرطه التركيه عنصريه وي خاوتي الشرطه التركيه خاوتي عنصريه بزاف وكاين اللي عنصري وكاين اللي ماشي عنصري كما تعرفوا خاوتي انا واحد الشرطي تركي ساعدني بزاف صار لي واحد الموقف في المترو نتاع تركيا المترو اللي يقطع بين اكساراي وزيتامبورنو خاوتي كانت عندي هذاك التيكي نتاع اللي تعفسو باه تدخل جوج ليرات تخلص باه تدخل وخاوتي كما تعرفوا دخلوا كامل دخل الوالد نتاعي ودخل الخامس ودخل باشير وبقيت انا كملت الكارطه كي كملت الكارطه قال لي البوليسي داك حبس بلاستيك دات الكارطه نتاعك ما تفوتش راح هما وقعدت انا قال لي ما تفوتش هو كانت عندي 50 ليره قلت له داك البوليسي وعندي الكارطه وعندي درام كيف هذاك ندير به نفوت به نعمرها هذاك التركي خاوتي ساعدني بزاف وراني كيف نعمر هذيك الكارطه خاوتي ساعدني بزاف نشكر هذاك التركي خاوتي لانه وقف معايا وساعدني لاني ماني عارف والو ماني فاهم فيها والو قال لي كيف نحط الكارطه قال لي كيف نعمر الكارطه وكاين خاوتي كما قلت لكم الشرطي اللي عنصري في تركيا وكاين الشرطي اللي قلبه حنين كما تعرفوا راك فاهم المهم خاوتي جيسبر تكون عجبتكم هذه القصة كما قلت لكم بارطاجوها في كل مكان صاروا لي بزاف مواقف في تركيا راح نقولهم معاكم ونشاركهم معاكم خاوتي إذا عجبتكم هذه القصة نشروها في كل مكان والسلام عليكم بيس